جولتنا النهارده الاخباريه باول اخبارنا، وبنتكلم فيها عن الخبر الخاص بعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدوله لتطوير قطاع الثروه المعدنيه، وتم عرض جهود الدولة في هذا الإطار والشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين، وده للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن خاصة خام الذهب. خلال الاجتماع وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال أمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن الإدارة حفاظا على حقوق الدولة. يعني قطاع البترول والثروة المعدنية أو التعدين بشكل عام في مصر كانت مشاكله كتير، سواء من القوانين، من الأسعار، من الاستخدام، من الاحتكارات، حاجات كتير كانت يا أستاذ هاني في قطاع التعدين، ومع بداية تولي الرئيس الحقيقة بدأ التغيير في هذه المنظومة. شايف حضرتك الاجتماع النهاردة أو اللي تم عقده بالأمس كان يعني خرجنا بيه في إيه وإيه الجديد؟ هو واضح سيادة الرئيس كان قال جملة جميلة جدا، قال إن هو يعني كان بيلملم أوراق البلد أو بيرتب أوراق البلد من أول وجديد. يعني الحقيقة هو بيقوم بالمهمة دي من أيام الحملة الانتخابية بتاعته للرئاسة لأول مرة. وأنا أعتقد أن يعني من يقرأ كتاب شخصية مصر للكاتب الكبير الأستاذ جمال حمدان يدرك كيف أن كل شبر في مصر هو يعني راجل درسه وعارف كويس فيه إيه، ومش كل شبر، كل سنتي فيه إيه، الثروات المعدنية فين، الثروات البترولية فين. صحيح. وبالتالي إحنا يعني لنا شايفه أن الدولة سواء بقيادة سيادة الرئيس أو الحكومة بيتحركوا بناء على أسس علمية بالفعل. صحيح. بيشوفوا فين مواطن الثروات وبيتحركوا فيها. ثروات الذهب تحديدا في مصر موجودة بشكل واضح جدا في المنطقة الشرقية وجبال البحر الأحمر. صحيح. في يعني في كلام عن إمكانيات أو احتياطيات كبيرة من الذهب في هذا المكان، قادرة بأنها ترفع، قادرة على أنها ترفع مصر في تصنيف الدول على مستوى العالم. الذهب أسعاره بترتفع كل يوم على المستوى العالمي، صناعة مهمة جدا جدا. حتى الآن في حوالي 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. إحنا عندنا خطة طموحة جدا لوصول إسهام صناعة أو إنتاج الذهب في مصر إلى حوالي 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. حاليا المنجم الوحيد اللي بينتج ذهب في مصر اللي هو منجم السكري في المنطقة برضو اللي إحنا قلنا عليها. ولكن حصل ان احنا في عام 2019 عملنا اصلاح تشريعي للقوانين، تحديدا للقانون اللي صدر 2014 من اجل تنظيم عمليات البحث والتنقيب، واللي هي مهمه يعني ما بينفعش تقوم بيها غير شركات اجنبيه عندها خبرات كبيره. كان المطلوب ان هو يتم تنظيم الاطار التشريعي لهذه العمليات. صحيح. وتحديد حسابات المكاسب والخسارات والحصص الى اخره. عشان ما يبقاش فيها لغط زي ما حصل ايام 2011. الحاجه الثانيه كمان لمنع عمليات التنقيب المحليه اللي بتجرى لبعض الافراد بيجروها والعشوائيه اللي بتجرى في هذا الاطار. وبالتالي الاصلاح التشريعي اللي هو اتعمل 2019 وصدرت اللائحه التنفيذيه بتاعته في 2020 السنه اللي فاتت، ده فعلا هيساعد او بدا يساعد بالفعل على جذب استثمارات كبيره جدا من الشركات الاجنبيه الراغبه في البحث عن احتياطات الذهب في مصر. اللي هي يعني الارقام بتشير حاليا ان مصر من الدول حوالي دوله 36 عالميا في انتاج الذهب. من بين 44 دولة. اللافت كمان للانتباه هو فكرة الاهتمام بصناعة الذهب منذ البداية، يعني فكرة إنشاء مدرسة فنية دي كانت خطوة ممتازة يعني لصناعة أو تعليم إزاي إن إحنا نبدأ صناعة الذهب. الحقيقة دي كانت من الأفكار الرائعة، لأن ما كانش كان معظم الحرفيين بدأوا خلاص، يعني اللي هم الصنايعية بتوع الذهب مش موجودين. وهم على فكرة المجال ده بيعاني فعلا من نظرة في العمالة والأيدي الماهرة، عايزة موهبة ومهارة على مستوى العالم كله. فالمدرسة دي بالفعل كلام حضرتك مظبوط، وبدأت هي في مدينة العبور بالمناسبة العبور. وبدأت استقبال الدفعة الأولى من الدارسين، وبالمناسبة هي بتاخد مجموع عالي مش قليل،
وليها مواصفات في إجادة اللغة العربية والإنجليزية، ولكن لسه الدارسين فيها يعني لم يتم يعني خلال السنوات اللي جاية هيبقى فيه تخريج بقى دفعات منها إن شاء الله، وهتبقى دفعات مؤهلة ومدربة، والأهم من كده أنها من ضمن الدراسة بتاعتها دراسة عملية بتتم في المصانع المتخصصة في تصنيع الذهب، بحيث بيحصل المتدرب على خبرة عملية حقيقية بالفعل في هذا المجال. توجيهات الرئيس مع يعني دايما بتبقى في ظل حوكمة الدولة إداريا وماليا، يعني العبارة دايما اللي بتبقى موجودة وواضحة في كل المشروعات هي الحوكمة. ما هي دي بقى ترتيب أوراق الدولة اللي احنا بنتكلم عليها بالزبط. العمليات العشوائية دي خلاص ما عادتش تنفع سواء في صناعة الذهب أو في صناعات أخرى، زي مثلا موضوع التنقيب عن الأثار برضو نفس الموضوع. الدولة عندنا لما بتدخل بقوة في ملف من الملفات وبتحب تعالجها وتسيطر عليها وتطلع نتائج كويسة منها فعلا بتعمل كده هو. وده اللي احنا بنتمناه في كل المستوى، بداية من صناعة الذهب والبترول واحتياطات البترول زي ما قلنا الكبيرة جدا الغير مكتشفة عندنا، نهاية بالحركة حتى المرورية في الشارع، يعني لما بنحب نسيطر عليها وننظمها ونخليها بشكل كويس بنعمل كده. فأتمنى يكون ده هي سياسة الدولة في كل مناحي الحياة مش بس في موضوع التعدين. والحقيقة ممكن هو هيجي، يعني أنا شايفة أن هذه السياسات ممكن أنها تعمل مردود سريع في يعني قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر، وخاصة كمان في صناعة الذهب.